السلام عليكم ومرحبا بكم في كوزينتي. اليوم في سعيدة كوزين راح نديرو مقروض الكوشة، او كما يسميه في مناطق اخرى مقروض الكوشة. لهذا المقروض نحتاجو 5 كيلات من السميد. انا كيلت بهذه الغرفية كبيرة، انتوما اذا بغيتو ديرو بالكاس ولا بغرفية صغيرة كما حبيتو. انا المقدار هذا راح ندير قدر بلاطو كبير. قلت لك 5 كيلات تاع سميد. عندي 2.5 كيلات من سميد رطب و 2.5 كيلات من سميد شويه حرش، درت عمر بن عمر وبصبع. عندي كيله هنا خليط بالمارغرين والزبده ذايبه وبارده. عندي ربع مغارف سكر، هذا اختياري. عندي ملح باش ما يجيش صامت. عندي كميه من ماء الزهر والباقي نكملو بالماء. اول حاجه نديرها نملح هذا السميد تاعي. نزيد السكر، كيما قلت لك هنا راح ندير كميه كبيره. اللي راح تجربوا اول مره ولا اللي بغات دير كميه قليله تكيل بغرفيه صغيره ولا بالكاس. انا هنا كميه الزبده والمارغرين ذوبتهم وبردتهم، خليتهم حتى نبردوا. تخلطيه غير بصبع يديك، ما تعجنيش هذا المقروط، ما يعجنوهش كيما درنا البراج بنفس الطريقه. تخلطيه ومن بعد طمحريه بين يديك هكا بين كفيك حتى يتشرب السميد مليح كميه ليدان، ومن بعد نخليوه يبات ليله كامله وغدوه نخدموه، ولا لكن درتيه الصباح خليه العشيه. اذا كنتي مزروبه تقدري تخدمي بيه تمتم، بس حكي تحط خير تخدم لك خير. وانا ماما يتحط اقل حاجه 4 سوايع. بعد لي تمحريه مليح او تحكيه هكا بين كفي يديك هكا، دخلي مليح الزبده في الدقيق. دركا نبداو ترشي الماء غير بشوي، غير تفوتي بصبعك ما تعجنيهش. كيشغلها كتفتلي كيشغلها كتفتلي في البربوسه. تقدري دير الماء وحده ما ديريش الماء الزهر، وتقدري ديري الكميه نص بنص. والزبده كيف كيف، تقدري ديري زبده مارغرين، تقدري ديري سمن، وتقدري ديري خليط بين السمن والمارغرين وتكمليه بالزيت. كاين عده طرق باش يديرو، كل واحد كيفاه يديرو. المهم ديري هكا حتى تحسيه باللي بدا يتلملك كيما طمينا. هو تقريبا بنفس طريقة البراج اللي نديروها او المبرجة كيما يقولولو في بلايص اخرين، بنفس الطريقة. خلاص كي هنا كيبدا يتلملك هكا تحبسي الماء. دركا نغطيه ونخليه حتى الصباح ان شاء الله ونخدموه. هنا العجين تاعي صاير رتح، خليته ليله كامله. دركا نجي نبدا نخدم المقروض تاعي، وقبل هذا نحتاجو الغرس او عجينه التمر. انا هنا نقيتو شريت هذاك تاع البطانه، انا دائما نقولك ما تشريش هذاك الواجد، هذاك الواجد شويه ناقص ماهوش مليح.
نكيته وحيته كي يكون جديد ماهوش محتاج حتى تفوريه، ونكهته بالقرفه وبالطيب، ودرت له شويه جلجلانيه محمصه. الجلجلانيه بغيتي ديريها هكا حب، ولا تبغيتي ترحيها وتزيديها للغرس. ومن بعد تشكلي بها حربوش. انا راني شكلت الحرابش كامل، دهني بشويه زيت، وهنا السمك تاع الحربوش تاع الغرس كيما تحبي انتيا، كفاهي تحبي الغرس بزاف المقروق ولا شوي ولا قليل. تشكليهم كامل كيما هكا وتحطيهم هكا على جنب، ومن بعد تبداي تخدمي باش يجيك ساهل. وتحتاجي باش للمقروض راح نحتاجو طوابع، كاين هذا كاين هذا، كاين بزاف طوابع اشكال بزاف، انتي خيري اللي حبيتي. وكاين بغيتي ديري المقروض هذا كيدير بطريقه عصريه بطوابع اخرى جديده كيما هذا هكا، دونك من بعد نعتلك حبه هكا. دونك نبداو نخدمو، نهزو طرف من العجين وتخدميه بهذا الشكل هذا. ومن بعد تحليه هنا هاك في النص، ونحطو فيه الحربوش تاع التمر. ومن بعد عاودي تقفلي عليه، لازم تغطيه مليح. تقدري تخدمي العجين تاعك كامل بهذه الطريقه، تحطيهم ومن بعد تبداي توجدي للمقروض ولا بالواحد. ومن بعد بالطابع اللي بغيتيه هنا تحطي وتلظي، ما تلظيش بزاف. ومن بعد تقصي بهذه ولا بالموس، ومن بعد نحيو هذوك الزوايد. طرف تاع العجين الزايد نحيه، طرف البلاطو بهذا الشكل هاك، تحشريهم في بعضهم باش الغرس ما يتحركش. ومن بعد بهذا نعدلوه ندزوه هنا، دوك انا حتى نكملهم كامل ونحشرهم هاك الهيت. هنا كيما قلت لك تحطيهم كامل سطر كامل بالطابع هذا، بعد تعدليهم هكا تضغطي عليهم يتعدلو.
وهاد الفراغات هادو ما تخليهمش هكا فارغين، حكمي شويه عجين وديري بيناتهم باش من بعد هاد الغرس هنا ما يتحركش، ومن بعد كي يطيب ويطير وحده هاد العجين ما يبقاش لاصق. فراغات هادو كل عمريهم بالعجين. هاكا حتى تكملي الكمية كامل تبعثيه للكوشة والفرن، ولا طيبيه في الفرن تاعك في الدار، تسخنيه مليح وطيبيه، ما تحمريهش بزاف يجيك دوغي ذهبي. نديرلك وحدة من الشكل هذا اللي قلت لك بهذا الشكل. نجيبو شوية عجين نديرو هاكا ينبول، ونديرو كرة أخرى من الغرس تحطيها داخلها وتغطيها. هذه اللي ما بغاتش دير بالطابع هذا التقليدي دير بهذا الجدد، كان بزاف طوابع. أنا هذا برك نعطيك إكزومبل عليه، ومن بعد تحطيه هكا وتطبعي بهذا. يخرج لك بهذا الشكل. بعد اللي طيب المقرود تاعك خليه يبرد، ومن بعد حطيه في علب او في دي بورتا مونجي وخبيه حتى الوقت اللي تحتاجيه، الوقت اللي تبغي تقدميه ولا تبغي تاكلي منه. تجبدي كميه وتسخني العسل، تزيدي فيها شويه ماء الزهر وتعسليه. هذا هو المقرود تاعي تاع اليوم، ان شاء الله تعجبكم لا غوسات، وما بقى لي غير نقولكم تاكلوه بالصحه والهنا.